حزب البعث العربي الاشتراكي لتزيح عن كاهل البلاد الطغمة الدكتاتورية الرجعية الفاسدة. أريد لها أن تنشر اليأس والاستسلام وتدعو إلى الانحناء أمام موجة الردة وهجمة الإمبريالية والصهيونية، واستنادا إلى الإيمان العميق بالشعب وطاقاته الخلاقة تحركت في صبيحة 17 من تموز 1968 فصائل الثورة الطليعية من أبناء هذا الشعب المجاهد وبقيادة حزبها الجسور المجرب حزب البعث العربي الاشتراكي لتزيح عن كاهل البلاد الطغمة الدكتاتورية الرجعية الفاسدة.